أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة، والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى. كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي، وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. ملفنا لهذا اليوم: التحالف الإسلامي، ناتو إسلامي أم انتربول سني؟ قتال داعش لا ينقصه الأحلاف أو قوة النار، بل ينقصه المعلومات عن داعش وتحركاتها. أليست هذه الدول تتبادل المعلومات عن القاعدة من عشرات السنين؟ من أجل تدميرها، ولو توفرت معلومات سيتم تحويلها إلى أهداف فورا، ولكن لا يوجد أهداف لأنه لا يوجد معلومات. هنالك 34 ألف طريقة يتحايل فيها التنظيم على البنوك من أجل إجراء سلسلة من التحويلات المالية المتلاحقة لخلاياه النائمة، ولا تستطيع الاستخبارات المالية تتبعها. إذا أردت ضرب داعش لابد من توفر الآتي: معلومات استخبارية آنية توفرها الأقمار الصناعية الخاصة وأجهزة الاستخبارات الخاصة، والأسلحة الخاصة الاستراتيجية التي لا يملكها إلا الأمريكان، أولها صواريخ كروز وتوماهوك عابرة لفضاءات الدول بدون إذن رسمي، وكذلك طائرات V-22 التي تقلع وتهبط عمودي، وهي قادرة على إنزال القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب خلف الخطوط العسكرية ولا تظهر على شاشات الرادار، ثم تتحول إلى طائرة نقل سريعة بعد الارتفاع بالجو وبسرعة 1200 كيلومتر في الساعة، وطائرات بدون طيار رابير والبرايدتور، وهي قادرة على الطيران 40 ساعة بلا توقف، وقوات مكافحة إرهاب خاصة، وليست قوات خاصة أو حتى قوات مغاوير أو صاعقة، بل قوات مثل قوات الدلتا الأمريكية والسيل فقط، وهي قوات لا يتوفر منها حتى بروسيا، لأن هذا النوع من القوات لا يتسع المجال لشرح مواصفات أفراده، وهو ملحق مع CIA وليس مع الجيش، وهم من قتل أسامة بن لادن، وهي قوات أيضا تحتاج إلى المعلومات عن التنظيم. السؤال هنا: هل نحن أمام ناتو إسلامي أم تحالف ضد الإرهاب؟ هل نحن أمام تحالف عسكري أم انتربول سني لنقل المعلومات فقط عن الإرهابيين للأمريكان؟ هل سيعاد إنتاج النظام الذي سيكون برأس سني وأذرع طائفية؟ هل هنالك نية للتفرغ لسحق الثورة بالثورة بذريعة محاربة الإرهاب؟ سنناقش هذا الموضوع بمحورين. المحور الأول: أليس هنالك قرارا مبيتا من مجلس الأمن الدولي لبدء المفاوضات بين النظام ونفسه بناء على لجنة الرياض لمتابعة مسار فيينا وتطبيق مخرجات جنيف؟ المحور الثاني: أليس هنالك قرارا مبيتا يتم فيه وضع فصائل الثورة السورية على قوائم الإرهاب، ومن ثم جمع الفصائل المعتدلة مع الجيش النظامي، وهي سوريا الديمقراطية والميليشيات الكردية وجيش الدفاع الوطني والميليشيات السريانية والدرزية وكل المكونات والأقليات، ولا والأقليات يحق لها أن تشارك؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من الأستاذ الدكتور عارف عبيد من اليونان، والأستاذ الدكتور أحمد الهواس من برلين، والأستاذ الدكتور عبد المجيد الأويسي من السعودية، والعميد الركن الطيار أسعد عوض الزعبي من السعودية. سنناقش كل ذلك، ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. هذا التحالف ناتو سني إسلامي سعى إليه الإسلام السني العربي، لأن الغرب مقتنعون قناعة تامة أن السنة العرب ولدوا دواعش. الغرب ليس لديه مشكلة على الإطلاق مع الإسلام السني الإسلامي مثل سنة أندونيسيا وماليزيا وباكستان، بل مشكلتهم مع السنة العرب. لذلك لجأت هذه الدول العربية السنية إلى الدول الإسلامية السنية لتلميع صفحة الإسلام السني العربي تحت جناح الإسلام السني الإسلامي مثل الباكستان، لأنهم مقبولين من الغرب.
هذه السمعة التي لطختها داعش في عملياتها المتراكمة ضد العالم على مدى 20 عاما مضت يقابله ناتو شيعي تقوده إيران لتشويه الإسلام السني وتدفع المليارات لإنجاحه، وهو مؤثر أكثر من داعش الإجرامية. الحقيقة المرة أن هذا التحالف لن يكون بوسعه إلا أن يكون إنتربول دولي لتمرير المعلومات عن الإرهابيين لا أكثر للغرب. أليس هناك تحالف ل63 دولة تقوده أمريكا و254 طائرة ضد داعش من الجيل الخامس؟ ولا زالت داعش تحافظ على خطوط الإمداد من الراعي بسوريا إلى ناظم الثرثار بالعراق 1025 كيلومتر. أليست الرمادي تحت سيطرة داعش؟ يتحصن بها 400 فقط من إرهابي تنظيم داعش، يوقفون تقدم 35,000 جندي عراقي وثلاثة فرق. أليست الموصل تحت سيطرة التنظيم والرقة ودير الزور؟ ماذا يملك تحالف مكون من 34 دولة أمام التحالف السابق الذكر؟ هذا التحالف الأول بالتاريخ الذي يعلن فيه تحالف سني معتدل الحرب على تحالف سني متطرف. التحالف العسكري هو يأتي بعد حلف شمال الأطلسي من حيث المال والقوة السياسية فقط وليس العسكرية. هذا التحالف أهمل الميليشيات الشيعية وعددها 84 ميليشيا شيعية، منها 43 بسوريا. هناك قوة غير محددة المعالم، خاصة ستتجه تحديدا إلى المنطقة الشرقية بسوريا، الرقة ودير الزور، تكون تحت السيطرة لأغراض العمليات الأمريكية هناك. لكن هذا يعني بكل أسف أن قرار الحفاظ على بشار الأسد اتخذ ولا رجعة فيه، لأن أوباما بوتين كانا قررا أنه إذا بقي بشار الأسد فإن حلفا عربيا إسلاميا سنيا سيمسك الأرض بسوريا نيابة عن الشعب السوري من داعش. لكن إذا اتخذ القرار على رحيل الأسد وهو لم يتخذ، سيقود النظام الحالي بدون بشار وفصائل الثوار عمليات قتال داعش. نرحب بضيوفي على المحور الأول، الدكتور عارف عبيد والدكتور أحمد الهواس والعميد ركن الطيار أسعد عوض الزعبي، أهلا وسهلا بكم. دكتور أحمد الهواس، قراءتك بقرار مجلس الأمن رقم 2244 حول سوريا؟ مرحبا بك دكتور هشام، اهلا وسهلا بضيوفك الاكارم. حقيقه يعني كما ترى القرار قبل ان يظهر هو كان متوقع الظهور، ليس الان، منذ مده طويله. هم يريدون انهاك الدوله السوريه وليس النظام السوري، ومن ثم يعقدون عده مؤتمرات تنتهي بقرار من مجلس الامن. متوقع هذا القرار ان يكون تحت الفصل السادس تمهيدا فيما بعد للفصل السابع. يعني حين تنظر إلى هذا القرار في الواقع هو يأتي مكملا لشنق الثورة، ولكن بطريقة إعادة إنتاج النظام ليس أكثر. يعني هذا هو الواقع. يعني هذا القرار الذي ظهر يرتكز على ماذا؟ يرتكز على أن متابعة فيينا، فيينا تتابع جنيف ومخرجات جنيف واحد. حين تنظر إلى جنيف واحد الذي طبل وهل له كثير من السياسيين، هو في الواقع يعطي الأولوية للنظام وليس للثورة والحفاظ على مؤسسات النظام، يعني الجيش والمؤسسات الأمنية القمعية، وتكون الحكومة هي المسؤولة عن جمع السلاح. فبالتالي حين تنظر إلى هذه المؤسسات التي يتحدثون عنها، كما قال العميد أحمد رحال سابقا، هم لا يتحدثون مثلا عن الصحة، عن المالية، عن كل هذه مؤسسات أيضا للدولة، ولكنهم يركزون على أذرع القمع التي ولغت بدماء الشعب السوري، والتي هي حقيقة مسؤولة بشكل مباشر عن حماية أمن إسرائيل. لأن هذا الجيش الوظيفي الطائفي الذي انتقل إلى مرحلة خدمية مهمته حماية إسرائيل، ومهمته سحق الشعب السوري إذا ما طالب بالثورة. المؤسسات الأمنية كما تعلم يعني هي منشغلة أفرع مختلفة، منشغلة كيف فتجعل المواطن السوري في دوامة، وكيف تحولت مراكز الاعتقال إلى سلخانات، قتل يعني في آلاف عشرات الآلاف من الشعب السوري منذ أن تولى حافظ أسد السلطة حتى الآن. وبالتالي هذا جاء هذا القرار لخنق الثورة، يعني قرار لا يتحدث عن العصابات الطائفية، لا يتحدث عن معتقلين ومغيبين، لا يتحدث عن المجرمين، عن مصير المجرمين، بالعكس لا يتحدث عن مصير بشار الأسد. بشار الأسد الآن حليف
في محاربة ما يسمى الإرهاب، لأنهم هم صنعوا هذه الحالة التي أطلقوا عليها بين قوسين الإرهاب، واستطاعوا أن يصرفوا الأنظار عن الثورة السورية. الآن النظام انتقل صحيح إلى مفاوضة نفسه، ولكن تذكر أخي العزيز بقطع النظر عن من يفاوض النظام، وهل يقبل هذه العصابة تقبل أن تسحق نفسها أو أن تنتهي؟ هذا مستحيل. ولكن ثق بالله، المفاوض من كلا الطرفين لن يحيد عما مرسوم له. إذا كانت لأن كل هذه كل ما ترى هذه أفعال أمريكا. أمريكا هي من أوصلت سوريا لهذه المرحلة منذ اللحظة الأولى للثورة السورية. اتخذت مجموعة من القرارات قد لا تبدو علنية، ولكن هي في الواقع كانت تصب في مصلحة النظام. ومناف طلاف قال كلمة مشهورة، قال بأنه ناصح بشار الأسد وكيف يقتل السلميين، ألا يخشى من سيناريو ليبي؟ قال لا أنا مغطى. هذا العميل الماسوني الصغير كان يتلقى الأوامر من أمريكا ومن الكيان الصهيوني ولا يحيد عن تنفيذ ما يطلبون. وأمريكا من القرارات التي اتخذتها السماح لبشار الأسد بقتل المتظاهرين السلميين، تمييع القضية بصناعة لجان أممية وعربية ومبعوثين وإلى آخره. كل هذا ما ترى هو من فعل أمريكا. حتى السلاح الكيماوي هم أوحوا له بأن السلاح خط أحمر، أي افعل ما تشاء ولكن يحق لك استخدام السلاح على أن تقوم بتسليمه. لماذا؟ لأن السلاح الكيماوي هذا ليس ملك النظام، هذا سلاح ردع استراتيجي ملك الشعب السوري في مواجهة الكيان الصهيوني. ورأيت وفيما بعد يقول لك نعم تم استخدام السلاح، لكن من استخدمه؟ ربما استخدمته بين قوسين فئات متطرفة، هم من منعوا السلاح النوعي عن الثوار وسهلوا لبشار أسد أن يأتي بالطائفيين. على أن حين نتحدث ربما يعني ليس هذا سؤالك، أنا أتحدث عن ما يسمى التحالف الإسلامي. غاية هذا التحالف تتلخص في كلمتين: تثبيت الأنظمة، ولا سيما الأنظمة الوظيفية أمام الثورات الشعبية. باختصار شديد يجب أن يرش على الجميع أموال بذريعة. أين هذا التحالف العسكري؟ ولا يوجد تحالف عسكري، سيوجدونك ألف مخرج. يقول لك تحالف ضد الإرهاب من ناحية استخباراتية، استعانة بقوات إذا احتاجت دولة ما، يعني دولة ما إذا قامت عليها ثورة شعبية سيقول لك إرهاب. من يملك المال يأتي بمرتزقة بين قوسين جيوش، هم ليسوا جيوش عاطلة عن العمل، هي مرتزقة لا عمل لها، تأتي تقاتل هنا وهناك وتقبض الأموال. ولكن دكتور نحن مللنا منها. ولكن دكتور أحمد إذا تكرمت، آسف يعني على المقاطعة، إذا تكرمت هنالك شيء مثبت أنهم سيتجهون، هذا الجيش العربي وقوامه قوات خاصة من أحد الدول العربية الغنية سيتجه إلى المنطقة الشرقية، تحديدا إلى المنطقة الشرقية، وقد يأتمر بأمرة الولايات المتحدة، ولكنه غير محدد المعالم للآن. يعني بشار الأسد هل يقيم في دير الزور أو في دمشق؟ يقيم في دمشق. داعش طيب داعش هذه الذي صدعوا رأسنا بها، فليسحقوا داعش. داعش هم أبناؤهم داعش، هم من صنع داعش، الاستخبارات صنعت داعش وداعش الثورة السورية. السؤال داعش هذه كم قتلت من الشعب السوري؟ من الذي قتل الشعب السوري؟ من الذي هجر 7 ملايين؟ من الذي قتل نصف مليون؟ من الذي صفى بالسجون أكثر من 100,000؟ داعش من النظام؟ نعم. السؤال داعش من النظام؟ يعني نحن نريد المرضى من العراض، هم يضحكون علينا بهم داعش، هم أرسلوا أبنائهم إلينا ليقتلوهم في بلادنا. الغرب وغير الغرب كلهم أرسلوا هؤلاء ودعشوا الثورة وتحدثنا بهذا كثيرا. نحن نتحدث عن داعش ونتحدث عن نظام قاتل. هل قام الشعب السوري ضد داعش؟ هل انتفض الشعب السوري ضد داعش؟ هل انتفض الشعب السوري ضد من؟ الشعب السوري منذ أن بدأت الثورة السلمية في درعا إلى الآن ضد من؟ ألم ينتفض ضد بشار الأسد والحكم الطائفي؟ لماذا لا يتحدثون في المقابل عن الفصائل الشيعية التي جاءت تحت ذريعة لن تسمى زينب مرتين ويا لسارات الحسين؟ لماذا هؤلاء يعني ذنبهم مغفور؟ ما هو هذا التحالف الذي هم يقولون عنه ليس سنيا وليس شيعيا؟ ثق بالله بعد التفاهمات ستدخل إيران إلى هذا التحالف، وستكون إيران إحدى الأعمدة لهذا التحالف قريبا.
قريبا لن يتخلوا عن إيران. وأي جيش باكستاني تحدثني عنه؟ وقوام الجيش الباكستاني من الضباط الشيعة الإسماعيلية يشكل أكثر من 35% أخي العزيز. نحن لا يعني هذه جيوش وظيفية، هذه جيوش وظيفية تعمل بالأمر الأمريكي، لا علاقة لها بالثورات. هذا حلف تشكل لخنق الثورات ومنع الثورات وتلميع الأنظمة الإنقلابية التي ولغت بدماء شعوبها لتنقل جيوشها إلى مناطق أخرى وتقاتل وتقبض الرز. هذه حقائق يجب أن لا نقفز عليها، يكفي أن نسوق أكاذيب. ابقى معي دكتور، إذا تكرمت دكتور أحمد ابقى معي، ننتقل إلى الدكتور عارف. دكتور عارف، هل ترى أنه ناتو إسلامي أم تحالف ضد الإرهاب؟ أنت تعلم بأن كما ذكرنا في التقرير أمريكا تملك لا زالت 254 طائرة، 193 طائرة كل يوم تزور الأرض السورية والعراقية، وعلى الأرض هم تقريبا مسيطرون، ومع ذلك داعش لا زالت تحافظ على خطوط إمدادها، ولا زالت الآن تمسك 4 محافظات، بالعراق 2 وبسوريا 2. فماذا يستطيع أن يفعل مثل هذا التحالف ولا يملك أي سلاح ضد الإرهاب، وأنت تعلم ما هي أنواع الأسلحة ضد الإرهاب؟ السلام عليكم أولا، وشكرا للدعوة الكريمة. أهلا وسهلا دكتور. دكتور هشام، أولا أود أن أوضح نقطة مهمة. صحيح تم إعلان هذا يعني الائتلاف الإسلامي السني، ولكن ما زال حتى هذه اللحظة هو مجرد يعني في المستوى النظري، ولم ينقلب حتى هذه اللحظة إلى المستوى العملي لنحكم عليه. يعني يجب أن لا ننقض فيه حتى نرى يعني خيره من شره. ولكن أود أن يعني أعطيك فكرة عن بعض ردود وسائل الإعلام الغربية حول إعلان هذا، فقط عملية الإعلان. هناك نوع يعني من الصدمة الشديدة والرهبة لدى بعض وسائل، بعض وليس بعض، الكثير من وسائل الإعلام الغربية التي كانت تنقد وتسمي العرب بالأرهابيين والإسلام والمسلمين جميعهم تصفهم بالإرهاب. فالإجابات كانت يعني أوكي، هذا حلف إسلامي هدفهم مواجهة الإرهاب، طالما أنتم كنتم تغنون وترقصون من أجل الإرهاب. والسؤال، لماذا تعارضون؟ لماذا تنقضون؟ إذن كخطوة أولى بعتبرها خطوة إيجابية ممتازة، ولكن يجب أن تنقلب إلى خطوات عملية. بالنسبة لهذه الخطوة، ليست بحاجة إلى جيوش جبارة، ولكن كل دولة تستطيع أن تقدم عدد رمزي. إذا كان هناك 34 دولة وكل دولة قدمت 500 مقاتل، بالتأكيد سيكون هناك جيش صحيح غير متجانس، ولكن الهدف هو واحد، هو فعلا محاربة الإرهاب وعدم إعطاء الفرصة للعالم الغربي لتدخل في الشؤون العربية الداخلية والإسلامية الداخلية باسم الإرهاب. الآن الكل يذبح في الشعب السوري باسم الإرهاب. روسيا، المجرم بوتين يحارب في سوريا ويقصف الشعب السوري باسم محاربة داعش، وهو بعيد عن داعش، يعني ما يقصفه هو لا يتجاوز من الأهداف الروسية باتجاه داعش، لا تتجاوز 10%، والكل يعرف ذلك. حتى الطائرة الروسية التي سقطت لم تسقط في مناطق موجودة بها داعش. إذن هو يريد السيطرة ليس فقط على المناطق الساحلية، يريد السيطرة على سوريا باسم محاربة الإرهاب. فقد ابتلع جزيرة القرم وحاول أن يقسم أوكرانيا ويسيطر عليها، ولم يتجاوب أحد من الدول الغربية، وهذه اللحظة يقول سأدخل على سوريا وأحاول السيطرة عليها، ولكنه عليها أن يعرف بأنه يتجاوز الخطوط الحمراء، لأنه ينتقل إلى منطقة أخرى، منطقة العالم العربي ومنطقة العالم الإسلامي، والردود ستأتي عاجلا أم آجلا، لأن هناك قوة ضخمة ستدخل إلى هذه المنطقة ستعصف بأنظمة. إذن وجود روسيا في سوريا هو تهديد لكل الدول الإقليمية، إن كانت تركيا وإن كانت دول الخليج. الآن ما يحدث في الداخل يجب أن نأخذ عدة نقاط. انظر دكتور هشام، ما يحدث الآن، القتل الذي يتم إن كان في سوريا أو ليبيا أو اليمن، يتم قتل العربي المسلم بأموال عربية مسلمة على أرض عربية. إذن يعني هذا بالنسبة لي للأسف يعني نجاح للغرب، يعني بدون أن يستخدم أي شيء. هذا التحالف باعتقادي خطوة أولى لمنع التدخلات الغربية في شؤوننا الداخلية، ولكن يجب أن تلعب كل دولة الدور المناسب لها. كما قال الدكتور أحمد الهواس، النظام هو من صنع داعش والكل يعرف ذلك، وهذه الخطوة ستمنع يعني ستكون
نظريا وعمليا إيجابية، لأنها ستقلل من حجم التدخلات إذا انقلبت إلى المستوى العملي. يعني العملي عندما أقول تأسيس مجموعات مسلحة لمواجهة هذا الإرهاب وتحديدا ظاهر داعش في سوريا، ماذا سيكون رد النظام السوري بعد ذلك على هذا الإجابة عندما يكون هناك جماعات عربية إسلامية ستحارب الإرهاب؟ ماذا سيكون رد القيادة السورية على هذا الموضوع، قيادة النظام؟ أعني الآن عملية الإرهاب يجب التركيز عليها، هي أكبر بكثير من عملية الثورة السورية والأزمة السورية. كل العالم الغربي الآن بكل وسائله الإعلامية ينقد يوميا ويحاول أن ينخر في الدم العربي، في الجسد العربي والجسد الإسلامي باسم الإرهاب. وحتى هذه اللحظة يا دكتور هشام لا يوجد أي تعريف للإرهاب في هيئة الأمم المتحدة. كل دولة غربية أو شرقية تحدد عالمية، يعني إن كانت روسيا أو أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا، تحدد الإرهاب كما تشاء وتقتل وتدمر باسم الإرهاب. ألم يكن إرهاب جوش بورج عندما هجم على العراق وقسم هذه الدولة وقتل أكثر من نصف مليون، ألم يكن هذا إرهابا حكوميا؟ إذن ما نوعية هذا الإرهاب الذين يتحدثون عنه؟ يجب أن نحدد ما هو الإرهاب ونوعية الإرهاب. وأخيرا أود أن أقول بأن هذه الخطوة ستكون إيجابية في عملية تطويق هذا النظام وكشف مخالبه وكشف نواياه في عملية زرع الإرهاب، ليس فقط في سوريا، في كل منطقة من مناطق الشرق الأوسط. ابقى معي دكتور عارف، ننتقل إلى العميد ركن الطيار أسعد عوض. سيادة العميد، تحالف عسكري أم انتربول معلوماتي؟ يعني أحد القنوات الفضائية التي تعتبر حالها من الدرجة الأولى قسمت، تقول 21 ألف دبابة وحوالي 2 مليون جندي، وكأن داعش ستقاتل بسلاح الدروع. يعني ما رأيك، هل هو تحالف عسكري أم انتربول معلوماتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولضيفيك، واسمح لي بداية أن أتحدث بنفس الطريقة التي تحدث بها الزملاء قبل قليل، لأكون هناك مجموعة من الأسئلة مع الأسف لا أحد يريد، ليس فقط أن يجيب عليها، لا أحد يريد أن يسمعها. من هي داعش؟ لماذا وجدت؟ متى وجدت؟ من هم عناصرها؟ لماذا لم يتم القضاء عليها؟ لماذا وجدت في هذه المنطقة؟ لماذا وجدت مع الثورة السورية؟ يعني مجموعة من الأسئلة ربما أنا أجبت على بعض منها، ووجه إلي انتقادات من قبل وسائل إعلام. أنت تربط داعش بإسرائيل، أنت تربط داعش بأمريكا، أنت تربط داعش بالنظام. محرم علينا أن نربط داعش بالنظام كما هو محرم علينا أن نربط داعش بإسرائيل، فقط مسموح لنا أن نربط داعش بالإسلام، فقط مسموح لنا أن نربط داعش بالسعودية. يعني هكذا مع الأسف شديد هذا الغرب الظالم المجرم الذي ليس له أخلاق وليس له مهنية وليس له شرف، منذ أكثر من 40 عاما وجه يعني أنظاره لتمزيق هذه الأمة. أولا يجب القضاء على مسمى الانتماء القومي، وبالتالي يفرقون وشتتون، وحتى يعني وكانت الوسيلة لهذا التمزق بعض القادة العرب وخاصة الرؤساء. وهنا أقصد يعني أنت تعلم تماما أن مثلا حافظ أسد قضى على كل انتماء قومي في سوريا، حتى غدينا بدل أن نقرأ القرآن أصبحنا نقرأ مقولات حافظ الأسد، ويجب أن نحفظها غيبا، ويجب أن نقدم فيها امتحانا وإلا نعتبر من الطلاب الكسالى. هكذا أقنعنا حافظ أسد كما أقنعنا القذافي كما أقنعنا حسني مبارك كما أقنعنا زين العابدين، وهذه العصابة التي شكلها الغرب لتحكم بلادنا. هذا أولا. ثانيا، عندما الحديث حقيقة عن قضية داعش والإرهاب، لماذا الإرهاب فقط هو محصور بالمسلمين، ولماذا الإرهاب محصور في العرب؟ ماذا يمكن أن نقول عندما فجرت أمريكا والولايات المتحدة قصفت مدن يابانية بقنابل نووية وقتلت أكثر من 100,000 بني آدم، أليس ذلك إرهابا؟ لماذا يبتعد الغرب تماما عن تسمية الإرهاب؟ المعنى الحقيقي للإرهاب جاء في القرآن الكريم، ولنبلونكم بشيء من الأمن من الخوف والجوع. الخوف والجوع، الجوع حصار الشعب السوري الآن في حي الوعر أو في الغوطة الشرقية على مرأة ومسمع من هذا العالم الوقح، أليس إرهابا؟ عندما تتحدث روسيا عن المحاولات مقاومة الإرهاب ثم يأتون إلى قصف وقتل الأطفال في سوريا، عندما تتحدث العاهر بوتين، أليس إرهابا؟ إذا نحن حقيقة أمام معضلة كبيرة، ونحن مع الأسف صدقنا ما يقول الغرب، هذا متطرف وهذا يسار وهذا يمين وهذا يعني متعصب. الإسلام واحد، الإسلام دين السماح، الإسلام دين الوسطية، دين الاعتدال. الإسلام حقيقة الجميع يعرف أنه من شد عن هذه التسميات في الإسلام، من شد عن العمل في هذه التسميات هو ليس مسلم. إذا لماذا يربطون داعش بالإسلام؟ الجميع يعلم تماما أن عناصر داعش، غالبية عناصر داعش من المخابرات الروسية، كما أنا قد تحدثت على وسائل الإعلام أكثر من 100 مرة وقلت لهم أن ضباط المخابرات السوريين
يعني أشولي تماما أخبروني بشكل رسمي وأنا كنت على رأس عملي أننا نعد العدة لدحش أو لدس 600 عنصر من عناصر المخابرات الجوية، منهم مدنيين ومنهم من كان في المخابرات، من أجل أن نقوم بعملية اختراق للجيش الحر كما قالوا، طبعا كانوا يسمونها إرهابيون، وبالتالي هؤلاء هم من شكلوا داعش. يعني عندما نتحدث عن داعش يجب أن نتحدث بحقيقة، لكن الغرب لا يريد أن نتحدث عن الحقيقة. عندما تخيل أنت تسألني عسكريا، أنا آسف أن جاوبت سياسيا أو جاوبت على الواقع، على الواقع العملي. عندما أتحدث عسكريا لا يمكن أن يكون هناك أي قائد عسكري أو ضابط عسكري بغض النظر عن المستوى وخاصة طيار يمكن أن يصدق أن 7,000 أو 8,000 طلعة طيران أمريكي لم تستطيع أن تحد من حركة داعش، بل لم تستطيع أن تقتل عنصر من داعش، بل لم تستطيع أن تدمر مقر قيادة لداعش. ماذا نفذ الطيران الأمريكي؟ نفذ، انظر يا أخي هشام ماذا نفذ، دمر كل أبار النفط السورية لأنه من يستفيد منهم السوريون، دمر كل محطات الكهرباء في الرقة والأفران لأن من يستفيد منهم السوريون، ولكن لم يتعرض أي مقر قيادة سواء كان مركزي أو غير مركزي لداعش لأي هجوم. تتحرك داعش من الموصل إلى الرقة كما تتحرك من دير الزور إلى تدمر في وضح النهار بألاف الآليات ولا أحد يراها مع كل هذه الأقمار الصناعية وكل هذه الوسائط المراقبة. ثم يعني يتحدث الغرب أنه يجب يعني إيقاف أو تجفيف منابع الإمداد لداعش، وهو يتحدث كيري بكل وقاحة، يقول كيري أن من يأخذ النفط من داعش هو النظام السوري. إذا أنت تعرف أين يذهب النفط، وأنت تعرف من أين مصادر التمويل، لماذا أن تقومون بإيقاف هذه المصادر؟ أنت تعرف أن المالكي هو من أوجد داعش وهو من يمد بهذا السلاح لسلاح 5 فرق. إذا أخي الكريم هناك يعني لا نريد أن نضحك على بعضنا أكثر، لا نريد أن نكون ساذجين ولا نريد أن نكون جبناء إلى هذا الحد. يكفي أن نقول أن هؤلاء الغرب الذين يتهمون أمتنا هم من أوجدوا الإرهاب وهم من خلقوا العرب وهم من ينفذون الإرهاب، ولذلك رفضوا كل الرفض تماما أن يتفقوا على تسمية الإرهاب أو توصيف الإرهاب. عندما يتفقوا على تسمية سيكون أوباما إرهابي وبوتين إرهابي، وأول الدول الإرهابية هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. عندما اتفقوا سيكون بشار أسد إرهابي ونظامه إرهابيين والمالكي إرهابي والروحاني إرهابي والخامني إرهابي. عندما يتفقون على الإرهاب الحقيقي، الإرهاب الحقيقي أن تقتل الناس بغير حق، الإرهاب أن تجوع الناس، هذا الإرهاب. أما عندما نتحدث كلمة الإرهاب، تخيل داعش كانت وظيفتها على الشكل التالي: عندما تنفجر يعني أسطوانة غاز في إسبانيا يجب على داعش أن تقول نحن ما فجرناها. عندما يموت شخص يعني دهسا بسيارة في آخر روسيا يقول داعش هي التي، الطائرة الروسية من فجرها؟ الجميع يعرف أنا طيار وأنا لدي الدكتوراه في عملية تحقيق الحوادث الجوية. أقول لك الطائرة الروسية من فجرها هي المخابرات الروسية، وأنا واثق من هذا الكلام. وإذا أرادوا تماما البينة أنا جاهز لتقديم البينة. عندما نتحدث عن داعش، داعش وسيلة أوجدوها للإساءة للإسلام والإساءة للعرب والإساءة للثورة السورية والإساءة للدولة الإسلامية. اليوم في كل وقاحة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تدعي تقول أن السعودية هي من تمول الإرهاب. انظر إلى هذه الواقعة التي وصلوا فيها إلى حتى اتهام الدول، اتهام المملكة العربية السعودية التي تعتبر الحاضنة الرئيسية للعرب والمسلمين. إذا هذا الحد وصلت الأمور في اتهامنا، لأننا ما زلنا عاجزين أو ساكتين أو صامتين عن الدفاع عن أنفسنا. وإذا أيضا بقينا صامتين بالتأكيد سوف يكون كل واحد مننا، أنت يا شامي خريسات وأنا والسادة الضيوف الذين تحدثنا معك وربما الطفل وربما الجنين في بطن أمه العربي المسلم السني سيكون إرهابيا. هكذا يريدون هذه التسميات. ولذلك أنا أرى حقيقة أن التحالف الإسلامي نعم هو حقيقة رد جيد ولو كان في المنظور الضيق ولو كان في المنظور الجزئي المؤقت، لكنه يعني ردا جيد. نتمنى حقيقة أن يدعم هذا التحالف بفرض إرادة على المجتمع الدولي بتحديد أو تعريف الإرهاب، وبالتالي تحديد الأشخاص سواء كانوا أشخاص كبشار الأسد أو بوتين أو المالكي أو منظمات كحزب الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات التي تخاطمه أو حتى أيضا على مستوى الدول. يجب حقيقة تحديد وتعريف هذا الإرهاب، عندئذ نكون قد أنجزنا مهمة كبيرة جدا حقيقة، يكون العالم جاهز للمبادرة أو العمل وفق هذه المنظور لمقارعة الإرهاب. أما أن نبقى هكذا صامتين وتتحدث كل دولة كيفما تشاء وتضع تعريفا كيفما تشاء وتتهم من تشاء، فهذا ذلك أعتبر أنه ذلك هو الإرهاب بعينه وليس الإرهاب من يقوم به عناصر داعش. تماما ذكرت لك 7,000 طلعة طيران أو 8,000 تعتبر بالمنظور الجوي حملة جوية، وكلمة حملة جوية من المفترض بالضربة الجوية الأولى أن تخرج جيش من المعركة، على الأقل إن لم تخرجه يجب أن تسكته أو تبطله، وذلك في حدود الدنيا يجب أن تخرج لا أقل من فرقة. ماذا أخرجت على صعيد داعش؟ لم تخرج حتى آلية، لم يتوقف تمدد داعش، لم يتوقف عمليات داعش.
وصلت الفكرة. إذا تكرمت سنكمل هذه الفكرة حال الانتهاء من الضيف الدكتور أحمد. دكتور أحمد، أليس هنالك قرارا مبيتا من مجلس الأمن الدولي لبدء المفاوضات بين النظام ونفسه بناء على لجنة الرياض لمتابعة فيينا وتطبيق مخرجات جنيف؟ بالضبط، وهذا ما حصل يعني، وهذا ما تحدثنا به منذ مدة طويلة، ليس الآن يعني، ربما معك منذ 4 أشهر أو أكثر نحن نتحدث بأن القادم هو أن يتحول الأمر إلى مفاوضات سياسية بين النظام ونفسه، أو بين النظام ولجنة ما تنبثق من هنا وهناك، يعني ترتيبات سياسية لحرف الأنظار عن مطالب الثورة السورية، ومن ثم يعني يبقون بشار أسد مدة وبعد ذلك ينتهون منه. وأنا أرجح قتل بشار الأسد يعني بعد أن أدى الواجب، هو يعني يجب أن يكافأ. من الذي سيقتاله دكتور؟ هل سيقتاله الأمريكان أو الروس؟ انظر، كل ما يحصل في سوريا هو قرار أمريكي، لا تنظر إلى الروس، الروس هؤلاء مرتزقة جاءوا إلى سوريا بقرار أمريكي، إيران دخلت بقرار أمريكي، ما يحدث هو قرار أمريكي، القرار الأول والأخير في العالم لأمريكا، وأمريكا منذ مشروع مارشال محتل العالم، وأمريكا بحاجة إلى أموال هائلة لإعادة تنشيط اقتصادها، ولذلك هي في خطتها الاستراتيجية تحتاج إلى تدمير لا يقل عن 10 دول. هذا من الآخر حتى لا نغرق في التفاصيل. نعم. وقد فضحت ذلك سوزان جورج 2009 في كتابها تقرير لوغان والمؤامرة الكبرى. يعني ليس الآن، أمريكا بحاجة إلى 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 تحريك اقتصاد من خلال أذرعها في شركات العابرة القومية والجنسية. هناك 450 شخص يملكون الاقتصاد في أمريكا، يشكلون 85% من اقتصاد أمريكا، حتى نفهم الموضوع. وبالتالي لابد من حركة حول العالم في مناطق مختلفة. لكن حين تنظر إلى سوريا، الملف السوري منذ اللحظة الأولى، منذ اجتماع فورد بما يسمى المعارضة السورية إلى هذه اللحظة وبيد أمريكا، لكن أمريكا تشعرك بأن إدارة أوباما غير مهتمة، لا تريد أن تدخل في حروب وفي مشاكل وصراعات، وربما تؤجلها لمجيء الجمهوريين. هذا ليس حقيقة، القرار الأمريكي ليس قرار أوباما، هنالك لصناعة القرار في أمريكا منافذ مختلفة ومراحل مختلفة حتى يصل إلى القرار الأمريكي. قد لا يختلف ما بين جمهوري وديمقراطي، يعني لا يختلف بين حزب الفيل والحمار، إلا في الداخل، على مستوى الداخل، على مستوى ضرائب، على مستوى ضمان صحي وإلى آخره. أما السياسة الخارجية والاستراتيجية فهي واحدة، هناك جماعة الضغط، هناك المراكز الاستخباراتية، المراكز الدراسات الاستراتيجية إلى آخرها تصوغ القرار الأمريكي. فالثورة السورية منذ اللحظة الأولى هي بيد أمريكا، ولكنها لا تريد أن تظهر، ويدرك ذلك من يتابع مراكز الدراسات الأمريكية، سيجد بأن أغلب الأحداث التي حصلت، وربما يعني أنا شخصيا تحدثت عنها قبل أكثر من سنة ونصف، كانت مراكز الدراسات الأمريكية تشير إلى ذلك علنا وتتحدث بذلك علنا. يعني أضرب لك مثالا، أستاذ الدكتور قصي غريب في عام 2013 نشر ما حصل الآن، القرار على الفصل السادس ويكون كذا ويكون كذا، من أين جاء بهذه المعلومة؟ لو عدت إلى هذا الموضوع وهذا البحث ستجد بأن كلها سندت على تصريحات المسؤولين الأمريكيين ومراكز دراسات الاستراتيجية الأمريكية. هذا باختصار حتى يعني نوضح الصورة. أما أن نقول بأنه النظام يفاوض نفسه، أمريكا هي تختار، أمريكا تختار العناصر التي ستأتي المرحلة القادمة، ستختار من دكتور هل ستختار من كلا الطرفين، يعني من الفصائل الثورة السورية ستختار؟ لا، أبدا، هي ستجهز كما قلت لك قبل أشهر، نصف ثورة نصف نظام، ولكن نصف الثورة لن يأتوا بالرجال الصادقين المنشقين الحقيقيين والذين قاتلوا النظام على الأرض، لا أبدا. من أين ستأتي؟ بالفصائل التي ذكرتها، يعني سوريا الديمقراطية، ميليشيات كردية، ميليشيات سريانية، ميليشيات درزية، وميليشيات الدفاع الوطني الشبيحة التي شكلها النظام، وما بقي من جيش العصابة الطائفية. هؤلاء خلطة واحدة يضعونها
برأس علوي، رأس علوي في الجيش ترى، لأن السنة حتى لو وصلوا إلى السلطة لن يكون أذرعهم من السنة أبدا. لا يسمح للسنة أن يحكموا سوريا. هذا القرار ليس الآن، هذا قرار غورو حين قسم سوريا إلى 5 دويلات واعتمد في بناء جيش الشرق على الطوائف. هذا قرار فرنسي قديم، يعني قرار الغرب، والغرب دخل إلى المنطقة منذ القرن 19 بما يسمى حماية الأقليات. هذا ثوب قديم يعودون إليه من جديد. نحن الذين لا ننتبه إلى هذه القضايا. هذا موضوع يجب أن نضعه في نصابه الحقيقي ومساره الحقيقي، لأن الغرب لا يؤمن لك، الغرب لا يؤمن إلا من خلال علاقته بالأقليات. يعني انظر الآن ما حصل للكتلة الصلبة السنة، والحديث عن ماذا؟ عن الأقليات. ولكن 28 فصيل لن تلقي السلاح. هذه الفصائل التي وضعوها على قوائم الإرهاب فصائل قوية بحيث أنها ليست بمقدور دول أن تستطيع أن تثنيها عن عملها. هذه قوة هائلة على الأرض، وأنا استعرضت الأسماء. كانت الجيوش تسير على بطونها، هم على مدى يسيرون؟ كانت الجيوش تسير على بطونها. هذه الفصائل من أين تتغذى؟ هناك إغلاق الحنفيات الذي تحدثنا عنه سابقا. لا يمكن لك أن تقاتل إن لم يكن لك عدة وعتاد، لا يمكن. أنت عسكري وتعرف هذا الشيء. ثم الآن انظر للحدود التركية، كلها ستغلق وسيبنى عليها حواجز، وستوضع على هذه الحدود أسلاك شائكة وتيار كهربائي، وسترى كل ذلك. كل ذلك لمنع الثوار، كل ذلك لمنع الثوار من أن يأخذوا حتى بذريعة محاربة الإرهاب، بذريعة محاربة الإرهاب. يعني الفصائل التي يتحدثون عنها الآن 160 فصيل، هل تصدق بأن الأردن يضع 160 فصيل يقدمها لأمريكا؟ أمريكا هي التي تقدم الأسماء وتبلي الدولة هذه والدولة هذه وتقول لك أنا خرجت من الدولة الفلانية. أمريكا عاجزة أن تعرف الفصائل، عاجزة وأقمار. من الذي قدم الفصائل؟ وعاجزة وهي تعرف من يمول، وعاجزة وتعرف حركة الأموال، كل هذا تعرفه. هي هكذا تلعب بالملفات. لكن هي فقط في موضوع الحلف، 24 مليار دولار ميزانية الحلف. أسألك بالله كم كان يحتاج السوريون من هذا المبلغ ليحقنوا هذه الدماء ويسقطوا هذه العصابة الطائفية؟ ولا لديك لا داعش ولا ماحش ولا فاحش ولا حزب الله ولا روسيا ولا أي أحد. وسيادة العميد أسعد عوض الزعبي موجود ويعلم ماذا أقول. كم كان يحتاج السوريون فقط، كم كان يحتاجون هذا المبلغ لينهوا كل هذا الوضع ويكونوا قوة عظمى بيد العرب، بيد العرب؟ كم كان يحتاجون في الوقت الذي كان ينزف فيه السوريون قبل أكثر من 2.5 أو 3 أعوام؟ ماذا فعلوا؟ قدموا 4 مليارات دولار بالجيش أبو الزلف. لماذا؟ ليغلق على السوريين ويقتل السوريين وتؤول هذه الأموال لحزب الله. مليارات قدمت للانقلاب في مصر، مليارات، والآن الجنيه يقترب من 10 الدولار يقترب من 10 جنيه. ماذا قدموا للسوريين؟ نعم. كانوا يستطيعون أن يحسموا هذا الأبث وإيقاف هذه الدماء بمليار أو مليارين، ويكون الشعب السوري الذي قدم 1 مليون إلى الآن في خدمة كل العرب. ولكن هم يريدون هذه الحالة لسببين. الأول يقول لك ليس بيدنا شيء، هناك تدخلات دولية وإرهاب ونحن نعمل ما نستطيع. الأمر الثاني يقولون لشعوبهم انظروا انظروا، أنتم تثورون انظروا إلى السوريين، هذا واقعكم. ولذلك أمريكا هي التي أعطت العقوبات على الشعب السوري. لماذا يمنع السوري من الدخول؟ لماذا؟ السؤال في كل البلاد العربية يمنع السوري من الدخول، ولكن اندفع 2000 دولار يحصل على فيزا وموافقة أمنية في بلد عربي ويدخل، ويذل ويهان وتمتهن كرامته. لماذا؟ لأنه
طالب بالحرية والكرامة، لأنه لا يؤمن بأنصاف الثورات، لا يؤمن بنصف ثورة ونصف انقلاب كما حدث في الدولة الكبرى، لا يؤمن بإزالة رأس كزين العابدين، لا يؤمن بانقسام النظام على نفسه كما حصل في اليمن وليبيا. هذه هي العقوبة التي تتعرض لها الشعب السوري، لأنها ثورة مكتملة، ثورة حرية، ثورة بناء، ثورة نهضة عربية إسلامية. لهذا دعشوها وأرهبوها وهجروا 7 ملايين منها وقتلوا. من قتل الشعب السوري، لو عدت إلى مفردات القانون الدولي ستجد أمريكا هي المسؤولة عن قتل الشعب السوري، وهي المسؤولة عن إبقاء النظام، هي التي لم تسحب القطاع عن النظام، هي التي شكلت الائتلاف والمجلس الوطني ولكنها لم تمنحهم أي اعتراف سياسي، لا جعلت كل سفارات النظام تعمل في العالم. أكبر انتكاسة للشعب السوري حين يتحدثون حتى عن الحل السياسي، وموجود هذا الجرثوم الجعفري في مجلس الأمن. ما يمثل من هذا السافل سوى أنه يمثل العصابة؟ هذه هي أمريكا، لا تتحدثوا لي بغير أمريكا. أمريكا هي التي ولغت بدماء الشعب السوري، وهي التي أدبت الشعب السوري، وهي التي فعلت ما فعلت بالشعب السوري، فقط لأن سوريا هي مفتاح المنطقة، والتغيير في الشام يعني التغيير في المنطقة كلها. سوريا هم يعلمون مكانة سوريا ويعلمون المكان الاستراتيجي لسوريا، ولذلك فعلوا ما فعلوا بها، وكل الفيتو الذي رأيته فيتو أمريكي صهيوني. أما الحديث عن الإرهاب فلي بحث في ذلك، وهو الإرهاب بين غياب التعريف القانوني والتوصيف السياسي فقط. هم يتحدثون عن توصيفات سياسية عبر وسائل الإعلام، يعني لا يوجد تعريف للإرهاب، ولكن لا يوجد تعريف موجود لدى الأمم المتحدة، لأن أمريكا ترفض ذلك. دكتور نكون دكتور أحمد نكون واقعيين، لو أجينا على الأخوان المسلمين، ولن نمسهم بسوء أبدا، الأخوان المسلمين هنالك بعض الدول العربية تنظر لهم نظرة إرهابية، وهنالك بعض الدول تنظر لهم نظرة عادية، أليس هذا صحيح؟ فما بالك إذا انتقلنا إلى دائرة أكبر من هذه الدائرة. دعنا نتكلم عن الأخوان المسلمين، وأنا قد أختلف معه في أشياء كثيرة. أعطني حكما للأخوان المسلمين في أي بلد، حين تحكم على أحد تمنحه الفرصة في الحكم، فقط لأن محمد مرسي قال، فقط قال لبيك يا سوريا لا مكان ولا مجال لحزب الله في سوريا، أعطي الأمر للجيش الوظيفي الخدمي فأطيح به. والله لم يطح به، والله لم يطح به إلا لأنه تحدث عن سوريا. وكل التغييرات التي حصلت منذ عام 2013 منذ حصل الانقلاب، وما كان الانقلاب ليحصل لولا أن محمد مرسي قال لبيك يا سوريا لا مكان ولا مجال لحزب الله في سوريا. والله والتشويه الذي يحصل والشيطنة التي تحصل على ماذا لا نعرف، لا نعرف. يعني هل حكموا لسنوات ورأيناهم يضعون أيديهم بأيدي الصهاينة ويقتلون بالناس ويغلقون الحدود ويهينون العربي؟ لم نرى هذا الشيء. وصلت جبهة الإنقاذ في الجزائر، حركوا عسكر فرنسا فقلب الجزائر وحرق الجزائر في العشرية السوداء، وقالوا إرهابيين وعنتر الزوابري. طب يا أخي من أين جاءوا هؤلاء؟ من أين جاءوا وكيف وقفوا؟ كذلك وصلت حماس في فلسطين، انظر ماذا حصل لها. كذلك وصلوا إلى, إلى, إلى مصر، انظر ما حصل لها. أما أن تحدثني بأن الأخوان يعني على مستوى الأخوان السوريين يتنقلون هنا وهنا، الأخوان في سوريا منذ عام 80 يعرف الأستاذ أسعد والدكتور عارف يعلمون ذلك منذ القانون 49. يعني لا وجود للأخوان في سوريا بالمعنى الدقيق سوى الذين هربوا إلى الخارج وأنجبوا أبناء ورثوا الأخوان شكلا دكتور أحمد، دكتور أحمد يعني تحولوا إلى مرتزقة على حساب الصفة الأخوانية. تفضل. استسمحك العذر أن تبقى معي لننتقل إلى دكتور عارف. دكتور عارف، أليس هنالك قرار مبيت يتم فيه وضع فصائل الثورة السورية على قوائم الإرهاب، ومن ثم جمع الفصائل المعتدلة مع الجيش النظامي وهي سوريا الديمقراطية والميليشيا الكردية وجيش الدفاع الوطني والميليشيات السريانية والدرزية وكل المكونات الأقلية أيضا يحق لها أن تشارك بذلك؟ طبعا هذا ما يفكر فيه الغرب، ولكن هذا خطوة من خطوات كثيرة. يعني ما ذكرتموه صحيح 100%، هم يريدون يعني ضمان حقوق الآخرين قبل ضمان حقوق الأغلبية الموجودة في سوريا. ولكن مقابلة مع هذه الخطوة هناك خطوات أخرى
مثل تهدف إليها روسيا تحديدا من أجل إغلاق الحدود. الكل يعرف بأن معظم التمويل يأتي من تركيا عن طريق الحدود التركية، وتحاول روسيا إغلاق الضغط وإصدار قرار دولي من أجل إغلاق هذه الحدود لحصر الثوار في الداخل، ومن ثم القضاء على من يريدين وأبقاء من يريد أن يتفاوض معهم، والوصول إلى حل مشترك يرضي الرغبة الغربية ولا يرضي الرغبة الكبيرة للشعب السوري. ولكن هنا يعني هناك أود أن أوضح بعض النقاط. يعني هذا بالتزامن مع إصدار مثل هذا القرار مثلا ومحاولة تطبيق مثل هذه القرارات، هذه المبادرة أرجع إليها مبادرة مهمة جدا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. هذه المبادرة صدقا إذا تحولت إلى واقع عملي ستحصر التدخل الغربي، ستحصر التدخل الإيراني، ستحاول تحسين صورة الإسلام بعد التشويه المتعمد وما يحدث له في الغرب في وسائل الإعلام، ستحصر الدور الروسي، ستفضح النظام في سوريا. وأطرح للأخوة لكم يعني هالسؤال، هل تقبل إيران أو نظام إيران ونظام روسيا بعملية عسكرية بريئة لهذا الحلف السني داخل سوريا للقضاء على الإرهاب؟ صدقا في تلك اللحظة ستسقط الأقنعة ونكتشف بأنهم الصانعين الحقيقيين للإرهاب، لأنهم لا يريدون مثل هذه مثل أي عمل مثل أي عملية عسكرية لا كان في سوريا وخارج سوريا. هم يستغلون الإرهاب من أجل نفوذ، من أجل مال، من أجل جاه، من أجل احتلال وغير ذلك. هنا أود أن بس اسمح لي يعني تفضل دكتور تفضل. هشام ذكر سيادة العميد أسعد بأن الغرب يتهجم على المملكة العربية السعودية وتركيا بتهمة هم يمولون داعش، وأذكرهم بأن السيد جون بايدن نائب الرئيس الأمريكي قد اعتذر للمملكة العربية السعودية واعتذر لتركيا عندما اتهمهما بالإرهاب. إذن لا توجد أدلة على ذلك. بالإضافة إلى ذلك المملكة العربية السعودية كانت ضحية لداعش. كم من الجوامع تفجرت في المملكة العربية السعودية باسم داعش؟ كم ضابط سعودي على الحدود تقريبا بين العراق والأردن قتلوا من جماعة داعش؟ إذن هذا افتراء على المملكة العربية السعودية. وهنا أنا أود أن أقول بأن المستهدف من هذا الإرهاب هم العرب السنة، لأنهم العدو المباشر لإسرائيل. إيران لم تقم بحياتها عدو لإسرائيل، على الرغم من أن العرب السنة ودول الخليج تحديدا هم الممولين الثانيين بعد الصين الولايات المتحدة الأمريكية. إذن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور التي تجري. وهنا أود أن يعني أوضح وجهة نظر أخرى يعني عن المسؤولية الأمريكية. يعني أنا باعتقادي بأن إسرائيل هي من تملك القرار في السياسة الخارجية الأمريكية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط. الأيباك هو من يحدد السياسة الخارجية الأمريكية في سوريا ومصر والدول المحايدة المجاورة لإسرائيل. إذن إسرائيل هي اللاعب رقم واحد قبل أمريكا في عملية الأزمة، في عملية الثورة السورية ومشاكل المنطقة. وأذكرك يا دكتور هشام عندما هذا ما قاله بن غوريون وكل يعرفه أول رئيس وزراء إسرائيل، بأن قوة إسرائيل لا تعتمد على القوة النووية بل على تفتيت ثلاث دول هي العراق وسوريا ومصر. ويقول هذا التفتيت أو التفكيك لهذه الدول يجب أن يكون يتم على دول صغيرة متصارعة دينيا طائفيا قوميا. ونجاح الإسرائيليين في هذا الموضوع لا يعتمد على ذكائهم بقدر ما يعتمد على جهل وغباء الآخرين. نفس السياسة طبقتها جولدا مائير في عام 1973 وبعد ذلك، وهذا ما أكده السفير العراقي لصدام حسين، آخر سفير عراقي كان في أثينا الدكتور فاروق الراوي، وأكده يعني بالدليل والبرهان على شاشات التلفزيون اليونانية. إذن إسرائيل هو اللاعب الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط. وأذكركم عندما تم حاول الثوار الاقتراب من مستودعات السلاح الكيماوي السوري، قامت أمريكا بالتدخل مباشرة، ليست فقط من أجل حماية سوريا والشعب السوري بل من أجل حماية إسرائيل. وعندما ضغطت عسكريا لأول مرة على النظام السوري، قام النظام بتسليم السلاح الاستراتيجي السوري بدون أي مفاوضات وأي يعني بديل من أجل الحفاظ على سلامة إسرائيل. وشكرا. نعم، ابقى معي دكتور عارف. سيادة العميد أسعد، أنتم ذهبتم لكل المفاوضات وقبلتم أن تكونوا معارضة معتدلة، إذن هنالك معارضة متطرفة
يجب سحقها. إذن المعارضة القائمة التي خرجت بالأمس هي قوائم المتطرفين. هل سنشهد قتالا ثورة ضد ثورة بسوريا ويتفرج عليكم الجميع؟ فقط باختصار أود أن أرد بكلمتين. كلمة تحدث بها الدكتور أحمد على أن أمريكا هي المتحكمة والمتصرفة والفاعلة وكل ما يجري الثورة السورية منذ اليوم الأول، وأنا أقر بذلك. ولكن أيضا كما تفضل الدكتور أحمد قضية المليارات، أنا أقول لك السعودية أنها صرفت مليارات للثورة السورية، ولكن هل تسمح أمريكا بدخول المليارات كما هي، أو هل تسمح بدخول السلاح كما هو؟ أعتقد هنا إشارة الاستفهام أن المملكة لم تقصر في دعم الشعب السوري عسكريا أو إنسانيا أو طبيا، لكن هناك يعني قيود على المملكة بعملية تقديم الدعم. ثانيا، أنا أتفق مع الدكتور، لكن ربما هو أنا قلت منذ البداية أن المملكة العربية السعودية هي أكثر من دفع يعني ثمنا أو ضريبة للإرهاب، لأنها هي أكثر من تعرضت للإرهاب وكانت السباقة في معالجة الإرهاب على الأقل على المستوى الداخلي والفكري يعني داخل المملكة العربية السعودية، وهي حقيقة أكثر من تعرضت. ولكن أقول أن الغرب يتهمها، وخصوصا من فازت باليمين المتطرف الفرنسي التي صرحت واتهمت السعودية بشكل واضح أنها هي من تمول الإرهاب، والجميع يعلم أن هذا الكلام طبعا محض افتراء وكذب. يعني المملكة العربية السعودية هي أكثر دولة في العالم تعرضت للإرهاب، وهي تعاني منه أكثر مما تعاني فرنسا. على العكس تماما، أؤكد لك، من فجر التفجيرات في فرنسا هم من الجنسية المغربية، الجنسية المغربية الذين تشيعوا بعد ثورة الفجر الإسلامية، بعد ثورة الفجر الإسلامية الإيرانية كما يقول الإسلامية، وهم خشوا أن تكون إسلامية ليست إسلامية. عندما قامت إيران بعد الثورة مباشرة بتشييع المغرب، أنشأت هكذا الشباب الذين فجروا في فرنسا وفجروا أيضا حتى في لبنان، كلهم مغربيين. ومع الأسف أقول يعني المجتمع الدولي الفاجر الذي كان يحرم السوريين حتى من الوثيقة وجواز السفر، وكان يفتش جواز السفر بكل منطقة حدودية في العالم، فقط يعني الغرب صدق أن هناك جواز سفر سوري واحد عندما كان مزور ووضع على الجثة التي قامت بالتفجير بفرنسا. هذا هو حقيقة الغرب. نحن لم نعرف، طبعا كلنا نعرف تماما الغرب من هو، ونعرف حقده على المسلمين العرب السنة، وبالتالي لا داعي للخوض في هذه الأمور مرة أخرى. إنما عن حديثك عن المعارضة، أي سيدي الكريم، كلمة المعتدلة أعتقد أنها كلمة ربما سلاح اتخذته الإدارة الأمريكية من أجل أن تواجه شعبها. يعني هناك الكونغرس ويعني لا يقتنعون بأنه أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تقدم دعما للشعب السوري، أو على الأقل إذا كانت تقدم هذا الدعم فمن المفترض أن تقدم لمن هم معتدلين، لأن الإدارة الأمريكية دوما تتشدق أمام شعبها أن هناك إسلام معتدل وإسلام متطرف. ولذلك كان طالما أن الولايات المتحدة تقدم دعما كما يقولون للشعب السوري، فمن المفترض أن تبرر أمام شعبها أن تقدم دعما للمعتدلين. ولذلك تم الأخذ بقضية المعتدل. الذين حضروا أخي الكريم، الذين حضروا المؤتمر في الرياض من الفصائل العسكرية، كل الفصائل باستثناء داعش والنصرة. لماذا داعش؟ داعش لأنها ليست للثورة، على العكس هي أكثر ضرر أو عدو للثورة السورية لأنها وجدها النظام، وبالتالي لا نتحدث عن داعش. ربما نقول النصرة لن تحضر، نعم، لأن كثير من دول العالم قد شرطوا على النصرة، ومع الأسف أقول قد اشترطوا على النصرة ومنذ أكثر من 6 شهور أن تتخلى عن انضمامها أو ارتباطها بالقاعدة، لكنها لم تفعل. وكنا نتمنى ذلك على الإخوة القادة في النصرة. يعني أنت تقاتل من أجل سوريا، وأعتقد سوريا أكبر بكثير من أن تفكر بالظواهر أو تفكر بالارتباط بالقاعدة، وإذاك عليك أن تضع مصلحة الشعب السوري ومصلحة الوطن السوري فوق كل هذه الارتباطات، وعليك أن تقر بذلك. وكان من المفترض أن تفعل، لو فعلت ذلك لا زيحت من قائمة الإرهاب ولا كانت موجودة الآن أو ممثلة في المؤتمر. إذن لا نتحدث هنا عن معارضة معتدلة وغير معتدلة، كلمة معتدلة فقط للغربيين الذين يعني الذين يحاولون شق الصف المسلم. أما ما كان موجود في الرياض كل المعارضة. ولذلك عندما تحدث عن احتمالية معركة في المستقبل، من المستحيل أن أتحدث عن إذاعة عربية الحدث. وكنت في المؤتمر وسألت هذا السؤال، هل يمكن أن نشاهد يعني بالغد القريب أن هناك اشتباكات ما بين على سبيل المثال أحرار الشام والنصرة؟ قلت لهم سنتعامل مع جبهة النصرة بالحوار والحوار الراقي. كيف مطلوب لنا أن نتحاور مع من قتلنا بشار الأسد وعصابته يقتلوننا، ومطلوب أن نتحاور ولا نتحاور مع من بندقيته معنا في صالحنا. لن نقتل أحدا من النصرة. النصرة هو أبناؤنا وأهلنا وأخوتنا وعزوتنا، ولذلك سنتحاور معهم ونعيدهم إلى الصف
ونبعدهم تماما عن الفكر الذي يدعي الغرب أنهم ينتمون إليه. أنا أؤكد لك تماما أن هناك قادة من النصرة يعرفون الفكر فكر القاعدة ويقتنعوا به، لكن البقية 90% من النصرة وهم السوريين انتموا إلى النصرة لا يعرفون فكرا ولا يقتنعون به ولا يتعلمونه ولا يريدون أن يتعلمونه، إنما حاجتهم للمال أولا، العيش من أجل كفاف العيش، ثانيا حاجتهم من أجل الانتقام من هذا الظالم الذي يقتل أهلهم وذويهم. لذلك من المفترض أن يدافعوا عن أهلهم وأنفسهم، ولذلك انضموا للنصرة بالفترة التي استطاعت أمريكا أن تقطع كل يعني أدوات الدعم للشعب السوري. عندما نتحدث على أن هناك محافظات محاصرة من سلة غذائية، وبالأمس تماما هناك فصل حصل في حي الوعر التي صالحت أو هادنت النظام من أجل أن تحصل على الغذاء. نعم، كل الشكر كل الشكر والتقدير لسيادة العميد الركن طيار أسعد عوض الزعبي، والأستاذ الدكتور أحمد الهواس، والأستاذ الدكتور عارف عبيد من اليونان. كان معكم من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميلة المهندس السلام المساعدة. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم، ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء يجمعني بكم هذه أغلى أمنياتي.